التقرير او التعليق اللي قاله قداسه البابا تواضروس الثاني على حدث مهم في مصر، وهو ظهورات القديسه العذراء مريم على قباب كنيستها في الزيتون، وكان بمثابه البلسم الشافي والمنعش الذي خلى كل الامكانيات المصريه في خير وسلام، وخاصه بعد احداث 67 اللي تعرضت لها مصر. انا الكتب والمؤرخين اثبتوا ان الحكومه المصريه اولت هذا الحدث اهتماما كبيرا، كما ان الرئيس جمال عبد الناصر قد ذهب بنفسه في احدى الليالي وشاهد بنفسه هذه الظهورات ومجلس قياده الثوره، وكتب الاستاذ محمود فوزي كتابا مخصوص لهذا الحدث حينما ذهبت مصر كلها لمشاهده مثل هذه الظهورات التي اكدت ان مصر قادره ان تعبر بامكانياتها هذه النكسه، وكانت مشجعة جدا السماء لكل من في الأرض في أرض مصر المقدسة التي قال عنها الكتاب المقدس مبارك شعب مصر إننا سنعبر هذه النكسة إلى أفاق النصر الذي تحقق في قبل طبعا كل معارك الاستئناف أو كل معارك الاستنزاف إلى النصر الكبير الذي تحقق في عام 1973. يمكن معنا دلوقتي الأب بطرس دانيال المتحدث باسم الكنيسة الكاثوليكية عشان يعلق على ذكرى 10 مايو وهو يوم الصداقة بين الكنيسة الأرثوذكسية والكنيسة الكاثوليكية. جناب الأب بطرس دانيال مرحبا بك في برنامج الصديقان. جناب الأب بطرس دانيال مرحبا بك في برنامج الصديقان. يمكن نواصل ثم لربما يكون حدث عطل في الاتصال، نواصل بعد الخبر الذي يتلوه فضيلة الشيخ مظهر شاهين.